قبل ما نبدأ في اللايف نسمعكم كلام القالو، مقتطف بسيط من الكلام القالو هذا المدعو عبد الرحيم دقلو. لو عندنا رسالة بنقول لأخواننا في السلطة يسلموا السلطة للشعب. طيب عشان نرد حاجة حاجة قبل ما نمشي، طيب لما نقول يا أخواننا في السلطة، من هم في السلطة دي؟ سيد برهان وحمدتي حسب مدينه النايب، زي ما قلنا هي ما معترف فيها لكن مدينها لي. طيب ديل الشخصين اللي عندهم السلطة، انت بتقول له سلموا السلطة بدون لف ودوران، يسلموها لمن؟ صندوق الانتخابات؟ ولا يسلموها لك انت؟ ولا يسلموها للناس اللي انت لم ينفق على الصداقة تخطب فيه وما عارف تقول شنو دي؟ ديل ده شخص بيتكلم عن خطية، يعني سلموا السلطة بدون لف ودوران عشان والهتيفة يصفق والمدفوع أجرهم يصفق. صفق على شنو؟ هي السلطة عند أخوك وعند سيد برهان وعند أخوك منو تاني عشان تقول سلم السلطة بدون لف ودوران؟ طيب نستمر، قال سلم السلطة بدون لف ودوران، تمام يلا شوف البعادة. يعني قال يا أخوانا سلم السلطة، هو ما عنده سلطة. شوف لحد هنا هذا الرجل اللي ما بيفهم ولا عنده مستشارين بيفهم بيقول يا أخوانا سلم السلطة للناس. طيب انت شنو؟ شوف قال شنو بعد، شوف اسمع قال شنو. قال يا اخوانا انتوا سلموا السلطه بدون تاخير وبدون لف ودوران، شوف قال شنو. لو عندنا رساله بنقول لاخواننا في السلطه يسلموا السلطه للشعب. يسلموا السلطه للشعب بدون لف ولا دوران. في صدورنا كثير والصامدين به كبير، ولكن ما دارين نلقى سبب في الان عملها، ما دارين نلقى سبب فيها ابدا. قال في صدورنا كثير، طلع لانه كلام كثير وما ما ما سمعته ما 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 مستحب ذاته. قال بعدها طوالي قال سلم السلطه بدون اي لف ودوره، تمام. رجع تاني قال يا اخواننا السلطه دي نحن ما حنسمح، اسمع الكلام ده، قال نحن ما حنسمح لاحد يقتل احد في الشارع، كلام جميل ومية في المية، ولا حنسمح لمسجون سياسي يسجل. انت منو؟ ما انت قلت هناك سلم السلطه دي بدون لف ودوران، جبت الصلاحيات اللي بتمنع بها الحاجات دي من وين يا ابو الغباء؟ يا اخواننا الغباء ده ساعات بيكون نعمه لكن ساعات بيكون نغمه. انت قلت سلموها بدون لف ودوران، ترجع تاني تقول والله نحن ما حنخلي زول السجن. طيب دي سلطه، انت عندك سلطات النائب العام، عندك سلطات المباحث، عندك سلطات الامن في الاعتقال، عندك شنو عشان تقول كلام فارغ زي ده؟ يا اخواننا الزول ده ابعدوا منه الميكروفونات، وازاي ده محله السجن؟ قسما بالله يا عبد الرحيم حتدخل السجن وحتتحاكم وكلامي ده تذكروا، اقسم بالله سجل الله يفدك، وقريب جدا يا عبد الرحيم حتتحاكم، ها وكل المطبلاتيه دي حتشوفوا واحد خليجي يزورك بعمود في السجن، والله حتدخل السجن اقسم بالله، سرع حرام بس تدخل السجن. خلي كلام فارغ تطلع تقول لك كلمتين فارغه يحمسوك الناس، شخص ما فاهم في دخلك في شنو؟ انت شايل لك انواط هنا، خدتها انواط خدتها هنا، عارف انواط شنو؟ عبدين عوض ال 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 بتاع الحكومه اللي بيفصل للناس اللي بيعمل عبدين عوض ده بيعمل النياشين دي. لما تجي تلع عبدين عوض تقول له اعمل لي نيشان، بيقول لك وين الخطاب اللي ادوك له إنه استحقيت النيشان ده؟ بتدي الخطاب بتاع رئيس الجمهورية تقول أنا الخدمة الطويلة استحقيت النيشان كده استحقيت كده. عبدين عوض بيخطه في الدفتر عنده فايل بيخطه فيه وبيعمل لك النيشان. مالي صدرك كله نياشين وتتكلم عن الإصلاح؟ جبتها من وين دي؟ الأنواط دي الأنواط المالي بها ما عارفة جابوها لك ساي نواط الخدمة الممتازة ده 21 سنة بس. الشعار الخاتيتا انت واخوك هنا ده الانوطه دي جبتها من وين؟ الخدمه الممتازه ايه دي بدها رئيس الجمهوريه. اي نيشان في هنا ده عندك فيه خطاب موجود؟ مالي صدرك كلام فارغ ساي؟
مع اللي جاي حاجه تلم فيها طاقه تعليقه يجيب لك واحد تعليقه. انا يا شندي قام يتكلم عن انا الاصلاح، اصلاح بتاع شنو يا اخي انت معي؟ اصلح الجيب بتاعك اللي هنا ده الجيب الصدر المالي انت واخوك نياشين، تقول كنت في الحرب العالميه الثالثه ولا تعديتوا خط بريليف؟ بلاش كلام فارغ يا اخي، الراجل ده ما بيزول ده عقله. لكن السجن بيأدبك، السجن ده يا عبد الرحيم والله تتأدب فيه. طيب نمشي لكلامه اللي قاله قتل المتظاهرين وقير وقير. طيب نبدا معاك بالحرف واتحداك. في واحد يا اخوانا انتبهوا، في واحد اسمه ملاك مسمي نفسه، هو راجل مسمي نفسه ملاك احمد، خدت صورة شعر حميتي وصورة بيت، هو راجل جبال على الغلي قال يعني على حسب انه هو بيتقال بهالدين ده وخالتي وما هتقدر وحاسوي ليك وحاسوي ليك وما وانا عارف قضيته ما في حاجة وما في. طب ما تنتظرين ما نتكلم واقول بهالدين ده مخابرات الدول الكتلته في شنو؟ خلينا اتم كلامي. لما قلت له اتحداك تصهر معي هنا مسح الكلام بتاعه، قال لي رجع قال انت مسحته، هو المسح وهسي لك الدعوه تعال هنا في اللايف ده انا بستضيفك قول الكلام ده انت راجل ولا مره. اتحداك اطلع هنا قول راجل ولا مره رد عليه. طيب نرجع لبلاغ بهادين، انتبهوا لملك دي كاتبه اسمها ملك احمد، هي ما راجل ده. طيب الراجل المره اتحدى يجي طالع في اللايف ده هسه الان يقول لي انا هنا انا ارفعه معي وخليه يوري وشه للناس، نحن ما بنخاف ده وشنا ظاهر. طيب نمشي لموضوع بهادين يا اخوانا. بلاغ بهادين ده بلاغ قمه الاجرام، وانا هوجه الاتهام من هنا واي قانوني خليه يطلع يقول كلام هذا العبيد ده غلط بالمستندات. اول حاجه نحكي القصه بتاعت نور دي بهذا بهانوري ده من بدايه يا اخوانا. بهانوري ده مشى الامارات قعد زي شهر شهر وشوية، قعد مع جماعه في شقه، قعد معاهم في شقه في الامارات، قال لا اتحدى اي سلطه كلها تطلع تقول كلام هذا العبيد ده فيه خطا. قعد في الامارات حوالي شهر شهر وشوية، رجع ما لقى شغل يتوفق، رجع زول بيشتغل في السوق رزق اليوم باليوم. جاء تقرير من الامارات اتقبضت خليه هناك في نفس الشقه اللي كان قاعد فيها هو، لقوا ورق بها الدين نوري، الشعب السوداني يعرف بها نوري ده مات ليه وقبضوا ليه. طيب واتحدى اي جهه تطلع تقول كلام نادر عبيد ده في 1% كذب. طيب بها نوري ده جاء السودان، حكومه الامارات رسلت خطاب لجهاز الامن والمخابرات السودان، الزول ده في خليه ارهابيه، لقينا اوراقه دي هناك اقبضوا لنا. جهاز الامن والمخابرات تحرى عن الموضوع، لقى ان الزول ده ابيض يا ورد، ما عنده اي كلام فارغ زي ده، ولا في خليه ولا هو كذا، وشخص عادي بعد ما جمعوا التحريات بتاعته وردوا قالوا والله يا اخي الزول ده ما عنده اي حاجه. انا هسه بتكلم في غايه الصداقه ده، بقول زول ما يحتجز انت واخوك يا حمدتي ويا يا يا عبد الرحيم، انتم من جاكم خطاب ثاني من طاعه من الامارات، جاكم خطاب وطلعتوا طوالي مشيتوا رسلتوا الملازم لون قلت له امشي اقبضوا معه يعقوب، مشوا قبضوا. اتحداك واتحدى النيابه يطلع يقول الكلام هذا العبيد ده فيه كلمه واحده خطا. طلعوا مشوا قبضوا الزول ده جابوه سلموه للراجل الزعلان من جهاز الامن، واستوعبتوا عندكم عمر الامين، دخلوا عند عمر الامين الكاميرات بتاعتكم مفرغه، الكاميرات مفرغه، الزول ده دخل لك برجلينه جابوا الملازم نونو معه يعقوب، جابوا دخلوا عندك يا عمر الامين. قوم يا عمر الامين اضرب الزول ده وقفل الكاميرا جوا المكتب. الحصل شنو؟ ما معروف. لما طلع برا الزول ده شايلينه مرابعه متكلينه بهذا، طلع من مكتبك اتحداك طلع متكل من جوا مكتب استخبارات الدعم السريع، طلع متكل وعليه اثار الضرب. نو لون ده اخر عهده به وقال قال هو شافه عندك هنا دخلوا لك سالم وجاب لك كوبايه مويه، اتحداك الكلام ده مكتوب في التحري، جاب له مويه شربه، ده اخر حاجه لون ده القبضه شافه عندك.
طلع من هناك ودوه طوالي على سوبر. مسكوا يا شباب هناك معهم نغيب ولا ملازم اسمه مصطفى. مسكوا حفل التعذيب ربطوا الراجل ده فوق في سوبة في السجن بتاعكم يا حبيبتي ويا يا يا عبد الرحيم. ربطوا الزول ده فوق ربطوا حفله بسموها حفله الخمسه اولاد في الحراسه مربطين حفله كذا ربطوا كده لحد ما بالليل فكوه وقع دايخ راسه ضرب انضرب هناك مات بهادي. دي رحلة بهادين الخمسة العساكر المساكين المقبوضين من الدعم السريع الآن بيواجهوا عقوبة الإعدام. طيب ده موضوع بهادين. يعني مخابرات دولة أجنبية أدتك تعليمات وانت يا عبد الرحيم وانت يا حميدتي مسؤولين من دم بهادين ويفترض يضيفوكم في البلاغ لأنه ده جرام وتجي تتحدث بكل عدم خجل عن انه انا ما بعتقل الناس تاني ما في زول بيعتقلوا اللي تعتقلوا انتو بهادين ده اعتقلتوا انت حميدتي وعبد الرحيم بتوجيهات مباشرة من الامارات. اتحداك اطلع بقول كلام ده ما سليم والجهاز ما تحرك قبل كده عنه والكلام اللي بيقولوا هذا العباد ده ما موجود في مضبط التحري. اتحداك واتحدى النيابة يقولوا ما موجود في مضبط التحري. الكلام اللي انا قلته ده الكلام اللي قالوا كل الاولاد ديل واللي تحروا معاهم والملازم انهم نجابوا. لما النيابة طلعت يوسف البلولة هو الدو التعليمات هو الوجه يجيبوا الراجل ده. يوسف البلولة ما شاف الراجل بعينه ما شافه بعينه حتى التحريات وكل الكلام قدام النيابة اللي تحرك ما يوسف البلولة ما شاف الزول ده ولا بعرف بس أمر إنه يجيبوه بعد جاته التعليمات من حميدتي. فتحوا لهم 165 الاعتقال الغير مشروع. النيابة شطبت ده شطبت 130 في مواجهتهم لأنه لو مشت المحكمة بكرة هتشطب القضية دي كلها هتشطب. النيابة زبطت شغلها فصلت شطبت الاتهام في مواجهة يوسف البلولة شطبت في بعض الناس شطبت لأنه ده لون ده لأنه ده شاهد الإثبات لأنه الزول ده دخل برجلينه. نون قال أنا ما شفته من يوم دخلته تاني ما شفته. ده النيابة شطبت الاتهام رفضوا البيتي رفض براءة ناصر عشان تشوف الإجرام لحد وين في التحايل على القانون. ويجي يقول لك احنا كله بالقانون والليلة حبيبتي وصي قال الشهيد تجيبوا لحقه. يا راجل استحي على وشك انت واخوك تتكلم عن الاعتقال وعن الضرب. دم بهادي في رقبتك يا حبيبتي. تحداك تجيب ورقة رسمية جاتك من هناك ما جاتك ورقة رسمية. الورقة الرسمية جاتك الأجهزة النظامية المتربية مش استخباراتك بتاعت الميليشيات اللي بتخدم أغراض عائلة الدقلولي. أطلعوا بكرة أنتوا استخباراتكم عملوا مؤتمر صحفي يقولوا الكلام ده غلط ما في النيابة عشان أطلع لك ورقة النيابة كله. استهبال واستخدام كلمات قدام الناس عشان يكسبوا بها الشارع. يا أخي أنتوا هتعرضوا على الجنة؟ شعبي ده خلاص فقد الثقة فيكم والحكومة وكل الناس فقدت الثقة فيكم من الكذب والمراوغة اللي تتمثل في حميدتي وأخوه. يلبس ثوب النبي نور الدين ده بهادين ده دمه في رقبتك. أنت بعد ما الأمن اتحرى وقال ما في حاجة أنت جيت قبضته عشان تعمل فيها خدمة إنك أنت للأمارات خدمة. ويطلعوا الكاميرات بتاعنا لما سيد برهان يمشي الامارات راس الدوله يمشي الامارات يقولوا الامارات عدو وشريره. ولما الامير والجنرال يمشي يقولوا لا خير وبركه ما في مشكله عن الامارات. لا يذكر الامارات بكلام فارغ. شفت الكاميرات لما تاكل من عائله دقلو ويصبحوا مطيه في يد عادل دقلو يلعب بهم يمين وشمال غير مبادئهم بقى ما حتى الكلمة ما الواحد ما براجع الفيديوهات بتاعته عشان يقول والله أنا قلت كلمة غلط في حق ديك تاني عيبة أرجع فيها. كاميرات غشين الناس كاميرات في الإعلام. واحد يشغل القرآن للناس يغشهم بيه يقول لهم والله ده القرآن أنا بتاع قرآن وتنتهك حرمات الناس. ما تتكلم عن دم بهاء الدين ده بهاء نوري ده ما تتكلم عنه.
لكن لا لا يستطيع أن يتكلم لأنه ملزومين بفلوس عادل دقل. طيب ده حيثيات البلاغ بتاع بهاء الدين نوري. الآن المحامي بتاعهم المستشار القانوني ده الشيطان الأكبر ذاته في الدعم السريع ويفترض ينظر في أمره وما حنخليه اللي هو البيتي المستشار البيتي الذي يجي تكييف المسائل القانونية داير الآن عمر الأمين العليل المحكمة والإعدام يطلع عمر الأمين يركبها في الشقة على المساكين ديل يجيب يوسف البلولة يا أخي أدو خمسة أشخاص شطبوا الاتهام تفرح وتقول الحمد لله وتستانف لحاجة تانية ولا دار ترجع ديل يا أخواننا بالله بالقانون سمعت لكم استهبال زي ده حد فكله خمسة منه وقالوا الحمد لله شطبوا الاتهام في اتجاه لا دار تدخلهم عشان البلاغ يبقى كله هيلا بيلا يمشي المحكمة ويتشطب شفتوا احتيال من أجل القانون عاملين هذه العائلة هذه العائلة لا تعرض على جنة أبدا والآن ماشيين في خطى شركة اتصالات لأنه الأجهزة جابوها لازم تتركب أجهزة التسلط دي لازم تتركب الشبكة الرئيسية في السيرفر ما عندهم جابوا الود الغلبان ده اسمه الشبلي ها قوموه كلنا حميتي بعد شوية عملوا لهم الآن بيعملوا في إجراءات لشركة اتصالات لما زين غلبتهم والكلام ده كله سوداني ما قدروا يشتروا رفضوا لهم الدولة رفضت عائلة دغلوا تستميت حنفضحكم القروش جات من وين كلها حنلاحقكم بها المجتمع الدولي الآن بلاحقكم القروش بتاعتكم في الأمارات أتحداكم تم حجزها تماما عشان ما يبقى بالدس ولا بالإنال تم حجزها تماما ما في بحث ما في فلوس بتاعت الجنود الغلابة دي بعدها إلا تأكلوا هاي أصلا بيشيلوا فيها 25% الآن ما في ما في أصلا ما في تاني قروش تجي في يدهم حيندمج القوات دي نحن ما عندنا مع أي مشكلة وسنظل نقوله لليلة ولبكرة عشان ما يجي زول يزور الحقيقة نحن مشكلتنا ليست مع قوات الدعم السريع الجنود والضباط الصغار دي عائلتنا معها مشكلتنا مع هذه العائلة التي تختطف الدعم السريع واستخبارات وغيره وتعمل لصالح توظف الدعم السريع في خدماته لكن يا عائلة دغلو تايم اوفر ما في كلام زي ده ما بيحصل المجتمع الدولي الان الحمد لله على قلب رجل واحد لن تستطيع امس موسطين واسطه لانه البرلمان مجلس الشيوخ الايطالي وقف الشركات بتاعت تكون هناك امبارح متوسطين ليكم لكن ما حتنجح برضه امريكا حجزت كل المبالغ لان ده مال الشعب السوداني حيعود قلنا حيظل هذا المال يرجع للشعب السوداني وحتقدم كل هذه العائلة والله اللي يموت في المقابر نمشي نطلعه تاني يتحاكم حتى يرجع كل هذه العائلة ما ارتكبته من أذى للشعب السوداني حنكشفه وحنظل إن شاء الله عشان ما نطول عليكم إن شاء الله لقاء جديد وأتحداك يا حمدتي ويا عبد الرحيم تطلعوا قولوا بهاء الدين ده ما جاءت التعليمات ونحن القبضناه والبلاغ لحد الآن بهذه الكيفية اللي أنا قلتها تصبحون على ألف خير وإن شاء الله لو في العمر بقية نلتقي وقدام ما حنتوقف في كشف فساد هذه العائلة عالميا انتهت هذه العائلة محليا منتهية باقي فقط لمسات الأخيرة وإن شاء الله يقدموا للمحاكمة ويشهد الشعب السوداني كله على هذا الكلام قسما بالله سجل الله في دقوته حتحاكم يا عبد الرحيم ويا عائلة دقلو داخل السودان ليست خارج السودان